السلام عليكم ورحمة الله. فالمايكروسوفت وورد فمجموعة ديال الناس ملي كيكونوا يشتغلوا على الدوكيمون ديالهم تلقاو واحد المجموعة ديال الصعوبات بيان سور ملي كيبغيو انسيريو شي ايماج يحطوها في الدوكيمون ديالهم، خصوصا ملي تيكونوا بغيو يصوبوا شي سي في او ملي تيكونوا يصوبوا في شي رابور. فهاد لا فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون فيه الشرح بأدق التفاصيل كيف خصنا نتعاملوا مع الصور اذا انسيرناهم على المايكروسوفت وورد بيان سور بطريقة احترافية. تبع الفيديو حتى النهاية، إذا كان شي تساؤل أو إذا كان شي ملاحظة غتخليوها ليا في التعليق وغنحاول ما أمكن نجاوب عليهم. وبيان سيغ ما تنساوش الإعجاب بالقناة حتى نستمر في نشر هذا المحتوى النافع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دونك كيف جا في التقديم، فاليوم غنشوفوا لانسيرسيون ديال ليزيماج بواحد الطريقه اللي هي سهله بيان سور ومبسطه باش كومسا ما يبقاش عندنا مشكل الا بغينا نشتغلوا على لي زيماج. اول حاجه شوفوا معايا الموني هنايا كاين عندنا فيه انسيرسيون، انا غنمشي ناخذ ايماج من هاد البلاصه هذه. قبل ما نشرحها لكم بغيتكم تفهموا واحد الحاجه وتردوا ليها البال، هو ان ملي غنانسير شي تصويره غادي تحط عندي هنايا التصويره، فهاد لي زونغ اللي تيبانوا لكم هنايا افيشاج، كاين عندنا حنا دابا افيشاج غتبان لكم زادت حداها واحد لونغل سميتها، يا اما الا كانت عندكم فيرسيون قديمه ديال مايكروسوفت وورد غتبان لكم تزاد عندنا واحد لونغ سميتها فورما، والا كانت عندكم 2016 والفوق فغتبان لكم تزادت عندنا هنا سميتها ميزون فور. هذه هي الحاجه الوحيده اللي خصكم تردوا ليها البال انها غادي تزاد عندنا هنايا، علاش؟ حيت هي اللي خاصه بلي زيماج، هاد الكوموند ولا هاد لونغ اللي غتزاد عندنا هنايا فهي اللي خاصه بلي زيماج، داكشي علاش خصكم تردوا ليها البال. رجع عند انسيرسيون، فكاين عندنا هنا ايماج وكاين عندنا هنا ايماج اونلاين. بالنسبه لهاد ايماج اونلاين يعني الا بغيت ناخذ شي تصويره من الانترنت ونحطها عندي في المايكروسوفت وورد ديالي باش نشتغل عليها، هذه ما كتهمناش حنايا لان بحالها بحال هاد الاولانيه، غير يكفي ان كانت عندك شي تصويره وخديتها من الانترنت يستحسن انك تسجلها في لورديناتور هو الاولاني، عاد ديك الساعه من بعد تانسيرها بالطريقه العاديه اللي هي اللي غنشوفو دابا. فاحنا اللي غنشتغلوا عليها كيف قلنا هي هاد ايماج، هاد ايماج غنكليكي عندها على هاد الشكل هذا، غيطلع عندي هاد الفنادق كاين عندي فيه انسيغي اون ايماج، نشوف التصويره ديالي فين بلاصه انا حاطها، واش راني خازنها في الدي ولا محطوطه مع هاد التصاور هادو على هاد الشكل ولا كاين عندي في البيرو. انا مثلا التصويره اللي باغي نشتغل عليها معاكم فراني مسجلها في البيرو، غنمشي ندير دوبل كليك عند هاد ليماج هادي على هاد الشكل هذا، دونك ليماج هي تحطات وهاد لونغ اللي تزادت عندي هنايا كي قلت لكم سميتها ميزون فورم، وهاد ميزون فورم هادو لي كوموند ديالها هما اللي كيتعلقوا بالتصويره، يعني اي كوموند كتعلق بالتصويره كتعلق بالتصويره فراه خصنا نلقاوها في هاد البلاصه هادي. اي حاجه بغيت تعدلها على التصويره بغيت دير تعديل تاع الصور خصك ترجع عند هاد الكوموند اللي هي سميتها ميزون فورم، او لا كانت فيرسيون قديمه تاع الوورد فكتكون سميتها فورما. دونك غنبداو من اول كوموند كاينه على يدنا اليسرى وغنبداو نشرحوا فيهم بالوحده بالوحده. الاشاره ردوا معايا البال، دابا راه ليماج كتبان عندي راها سيليكسيوني، باش نعرفها سيليكسيوني تيبان لي عندها فيها الدوائر هادو اللي كاينين هنايا على اليسرى على اليمين الفوق والتحت، وكاين عندي في هاد ليكوان. اذا كليكيت في الجنب ديال ليماج فهاديك لونغ اللي هي ميزون فورم كي كتشوفوا ما بقاتش كتبان عندي، يعني ردوا البال شي حد فيكم غيقول لي هذيك ما بقاتش كتبان عندي، يكفي انك تكليكي عند ليماج يعني غادي تكون ليماج سيليكسيوني عاد كتبان عندي هاد ميزون فورم او سميتها فورما كي قلت لكم. اما اذا حيدت لا سيليكسيون من عند ليماج بيان سور فما غاديش تبقى تبان عندي هنا كي كتشوفوا معايا. غنسيليكسيون انا ليماج عاطينا هما هاد باش اللي بغيت نكبر التصويره ولا نصغرها، عاطينا هذا كينقص ويزيد في العرض، وعاطيني هذه مع هذه كينقصوا ويزيدوا في الطول، لكن من الاحسن ما تخدموش بهم، الا بغيت تكبر التصويره وتصغرها غتجيو تخدموا بهاد ليكوان. شوف معايا انا غنكليكي ونجليسي في هاد الاتجاه فغتبان لي التصويره كبرات او التصويره صغرات. دونك هاد ليكوان هما الاحسن هما اللي تخدم بهم، علاش؟ اذا خدمتي بهم التصويره ما كتبيكسياليزاش كي كتشوفوا معايا، عشنو ما تبيكسياليزاش؟ يعني ما كتخسرش ليها الكاليتي ديالها. اما اذا خدمت بهاد اللي على اليسر مع هادو اللي على اليمين مع هادو اللي الفوق والتحت، اذا خدمت بهم يعني دائما ليماج ما كتبقاش محافظه على لي طغيال ديالها، يعني اما خصوصا الا كان الوجه يعني كانت التصويره فيها الوجه تاع شي انسان، يا اما غيولي بان لي هذاك الوجه راه ولا عريض بزاف ولا طويل بزاف، داكشي علاش من الاحسن نخدموا بهاد لي كوان، لانهم نفس البورسونتاج اللي كيتنقص في الطول كيتنقص حتى في العرض او العكس. دونك هذه من جهه، من جهه ثانيه غنمشيو دابا نبداو نتكلموا على هاد لي كوموند بيان سور اللي كيتعلقوا بليماج، وحتى غنوصلوا عند اخر ايماج باردون اخر كوموند اللي هي اهم حاجه كاينه عندنا
هاد لي كوموند اللي كاينين هنا كاع كاملين. دونك اول وحده كاين عندنا على يدنا اليسرى هي سوبريمي لاغيير بلون. سوبريمي لاغيير بلون هادي على حساب اذا بغيت نحيد الخلفيه تاع ليماج. انا كنصحكم باش ما تخدموش عليها كاع وما تخدموش بها وما عندكمش علاش غتجربوها. علاش؟ غير كتخسر لي التصويره، حيت مايكروسوفت وورد اصلا ماشي الدور ديالو هو انه يمسح لي هاد الخلفيات، وانما هاد الدور هذا يا اما كيكون خاص بديال لوجيسيال ولا فوتوشوب هو اللي معروف عليه انه نقدروا نحيدوا به الخلفيه تاع شي تصويره. داكشي علاش واخا كنخدموا بها ما كتعطينيش ولا ما كتحيدش ليا الخلفيه بطريقه بروفيسيونيل. دونك دائما ردوا البال راه ليماج عندي سيليكسيوني. كاين عندنا الكوموند رقم 2 هاد كوريكسيون، ولا كتكون سميتها لي مونوسيتي الا كان عندكم فيرسيون قديمه. فهذه الا بغيت نزيد باردون الا بغيت نزيد يعني في الوضوح ديال الصوره كي كتشوفوا معايا، فهي غاليه وكتوضح. اذا رديتوا البال راه كيبان لكم اللون كيتبدل في هاد لي كوموند هادو. بيان سور الا بغيت تزيد هادو بحال تنقولوا الفلتر ديال التصويره، الا بغيت تزيد في الكولور ديالها باش تولي التصويره ناصحه بزاف. عندنا الكوموند رقم 3 هي الكولور. بالنسبه لبغيت نبدل اللون ما معجبنيش هاد لي كولور، بغيت نبدل دي كولور وحدين اخرين اللي خاصين بهاد ليماج اللي كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا، وتا هما راه ما كيتستعملوش بزاف ولكن انا غادي غير نشرحهم لكم. وكان الوغ الكوموند اللي كاينه من بعد اللي هي هذه اللي بغيت نشونجي ليماج بشي ايماج واحده اخرى، نكليكي عندها هنايا وتيقول لي سير جيب تصويره ابارتيغ دان فيشي ونمشي نختار التصويره اللي بغيت رومبلاسي بها هذيك. يعني نقدر نختار شي تصويره اخرى مثلا نمشي ندير فيها دوبل كليك وغادي ترومبلاسي ليا التصويره اللي كانت عندي قديمه. رومبلاسيت وحده بوحده باش نرجعها العاديه. نمشي نكليك عندها الفلاش الفوقاني باش ترجع لي التصويره العاديه ديالي اللي نشتغل عليها. دونك بالنسبه لهاد لي كوموند اللي كاينين في جروب اجوستي فراهم يعني ما كنستعملوهمش بزاف، يكفي كنستعملو غالبا غير هادي الا بغيت نزيد في الضوء بالنسبه ليماج ديالي. الوغ غندوزو عند جروب رقم 2 هو ستيل ديماج. فهنا عاطيني واحد المجموعه ديال لي ستيل ولا واحد المجموعه تاع لي كادر اللي نقدر نكادري بهم هاد ليماج ديالي، فحتى تجربوهم بار اكزومبل شوفوا معايا الشكل تاعي كيفاش ولا. اذا بغيت نكادري على هاد الشكل هذا عندي بزاف ديال لي ستيل اللي ممكن نكادري بهم ليماج كي كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا. دونك انا ما غاديش نحتاجهم ما غاديش نخدم بهم، انا يكفي انني شرحتهم لكم وكان باش تعرفوهم. بيان سور غير هادو اللي عاطيني هنايا فهما عاطيني دي ستيل لي هما ستوندار وعندي الديتاي ديالهم. الا بغيت نشوفهم غنجي عند هاد الكوموند الثانيه اللي هي سميتها افي لي زيفي ديماج. عاطيني هنا البري ديفيني ديجا واجدين كي كتشوفوا معايا، راه غيبان لكم واحد المجموعه ديال التغييرات. توقعوا على ايماج اون سي جامي الا كنتي محتاجهم تقدر تخدم بهم بحال كان عندنا شي رابور مثلا. اما بالنسبه للسي في فما كنحتاجوش هادو كاع كاملين، يكفي اننا كنختار شي كادر من هاد لي كادر اللي كاين عندي هنايا وصافي. كتشوفوا معايا هنا عندي اومبر الا بغيت التصويره ندير ليها يعني الظل ديالها، ما عندي بزاف ديال لي ستيل. غنمشي عند اخر وحده باش يبان لكم الظل مزيان كاع كتشوفوا معايا لتحت. ريفليكسيون الا بغيت ندير الانعكاس تاع الصوره فوالا كتشوفوا معايا. دونك ها هما تيبداو يبان لكم من تحت راه كاين الانعكاس ديال انعكاس ديال الصوره. هادو حتى تجربوهم راهم يعني الدور ديال المعيار. الا بغيت نزيد عاوتاني ندير لا لوميير يعني الضوء ولا كي تنقولوا الضوء يكون في ولا العافيه تكون في الجناب ديال التصويره كتشوفوا على هذا الشكل. وبيان سور حتى هما ما كنستعملوهمش بزاف. دونك هادو حتى تجربوهم كاع كاملين راه عندهم نفس الشيء. هنا عندنا بورديغ ديال ليماج، الا بغيت نطراسي البورديغ ديال ليماج من الاحسن ما تراسيوهمش ما كاينلاش، راه كيدار غير واحد. انتم غنمشي نكليكي عند اللون الاخضر مثلا باش يبان لكم مزيان، ومع ذلك ما جاش باين. باش نبينو مزيان غنعاود نكليكي عندها وغنمشي عند ايبيسور وغنختار ايبيسور اللي عاد غيبان عندكم شفتوه. دونك مثلا اختاريت ليبيسور اختاريت فيه 6 نقاط 6 بوان، عاد ولا تيبان عندكم واحد البورديغ. البورديغ هما الحدود يعني ليماج ولاو عندها حدود ديالها. انا غنكليك عند هاد الفلاش هذا باش نحيدهم لانني ما محتاجهمش. هذه اللي خرجت عندكم هنا ما عندنا فيها كسر. دابا اهم حاجه هو ملي تنكليك عند ليماج كتجي عندي هاد ميزون فورم، واذا حيدت لا سيليكسيون تاع ليماج ما كتبقاش عندي عند ميزون فورم. نعاود نكليكي عندها ليماج. المشكل اللي عندي فيها دابا هو ان ملي تنبغي نحركها لشي اتجاه ما كتبغيش تتحرك. فوالا كتشوفوا معايا يعني مثلا صوبت سي في ديالي صغرت هاد ليماج على هاد الشكل هذا وبغيت نحطها في شي كوان. بغيت نحطها في شي كوان فما كتبغيش تتحرك، وهذه هي اهم حاجه كاينه عندنا في لانسيكسيون ديال لي زيماج هي هذه. فشنو تندير؟ خاصني نسيليكسيوني ليماج يعني التصويره خاصها تكون سيليكسيوني، ومن بعد كنجي عند جروب اورغانيزي وكنجي عند هاد ابياج دو تيكست شفتوها كنفتح لا ليست وكنمشي نختار دوفون لو تيكس. اذا اختاريتيها من هنا او ممكن تختارها حتى من هنايا، الشيء راه كيجيبها ليا هنايا ممكن تختارها حتى من هنايا، لكن هنا ديغيغ لو تيكس هنايا دوفون لو تيكس. اذا كليكيتي عندها من هنا راه صحيح، اذا مشيتي اختاريتيها من هنا راه صحيحه، فهما بجوج صحاحات.
انا غنمشي نختار دوفون لو تيكست، ملي تندير دوفون لو تيكست ديك الساعه تيولي عندي حق ندير ليماج فين ما بغيت. فوالا كي شفتو معايا فاليماج عندي حق نحركها كيف ما بغيت. غنجي نختار ليه هنا واحد لو ستيل باغ اكزومبل، اختاريت ليه هذا لو ستيل هذا، نقدر نكبرها واحد شويه على هذا الشكل هذا، انا عجبتني التصويره ديالي على هذا الشكل هذا. بغيت نبدل ليه الكوان ديالها يكفي ان نكليكي عندها ونجرها، لان دابا ما بقاش عندي فيها مشكل حيت ولا عندي حق نديبلاسيها فين ما بغيت. مزيان، ها ليماج ديالي دابا محطوطه. غنمشي نانسيري واحد ليماج واحده اخرى باش نوريكم واحد جوج ديال لي كوموند وحدين اخرين اللي بقاو لينا. لا باغ دو موني انسيرسيون ايماج، وغنختار شي تصويره واحده اخرى، ندير مثلا ديال ديال لاكريديتاسيون، وبيان سور غادي نصغرها بزاف، نصغرها حتى هي باش تولي بحالها. دونك غنعاود نصغرها، اي تنكليكي عندهم تنجي عند هاد ليكوان هادو، وتنكليكي بيان سور ونكليسي الفوق ولا التحت. دونك هادي الا بغيت نحركها ما عنديش حق نحركها، دونك شنو غندير حتى هي نفس الشيء، خصني نوقف عندها ونمشي عند ميزون فورم ضروري. ردوا معايا الا خاص هاد ميزون فورم تكون تبان عندكم، وباش تكون تبان عندكم خاصني نكون مسيليكسيوني ليماج. وغنمشي بيان سور عند ابياج، وغنهبط عند دوفون لو تيكست، وبيان سور حتى هي تولي عندي حق نحركها فين ما بغيت. انتبهوا معايا، انا دابا كتبان عندي ليماج اللي فيها اكريديتي هي اللي كتبان كامله، وليماج الاولانيه ما كتبانش كامله. انا بغيت نحط هاد جوج تصويرات حدا بعضياتهم، ولكن بغيت هاد ليماج هادي الاولانيه هي اللي بغيتها تكون تبان كامله. شنو غندير في هاد الحاله هادي؟ فعندي جوج ديال لي كوموند اللي خصني نشتغل بهم، هي هادي يا اما افونسي ولا هاد ريكولي، هاد جوجات هادو هما اللي غنشتغل عليهم. دونك نوقف عند هادي مثلا، نمشي نكليك عند افونسي وهي ولات كتبان عندي هي الاولانيه، واذا مشيت كليكيت عند ريكولي غتولي تبان هي اخر وحده. دونك هاد جوج ديال لي كوموند حتى هما مهمين بزاف. دونك افونسي فهي ولات كتبان عندي التصويره ديالي هي الاولانيه. دونك اما هاد الوضعيات، بالنسبه لهاد الوضعيات اللي بقاو لينا هنا ما هضرناش عليهم، فهادو كيعطيوني الوضعيه تاع الصوره مقارنه اذا كان عندي شي تيكست. بيان سور يعني اذا كان عندي بغيت نحط شي تصويره وسط من شي تيكست، فكيعطيك يعني الوضعيه ديال الصوره كيفاش غادي تكون. لكن من خلال هاد 10 دقائق كاع كامله ديال الشرح، خاصك تفهم حاجه واحده اللي كتشتغل عليها بزاف، شنو هي؟ وهي الا بغيت تحرك ليماج راه كنمشيو عند ابياج، وتمشي نختار دوفون لو تيكست، وديك الساعه عندي حق ندي ليماج ديالي فين ما بغيت. نتمنى تكون استفدتوا من هاد الدرس هذا. اذا عجبكم الفيديو بيان سور ما تنساوش الاعجاب به والاعجاب بالقناه، وما تنساوش تخليو شي كومونتير زوين حتى نستمر بيان سور نستمر في نشر هذا المحتوى النافع. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.